دور عن موضوع الأمم المتحدة والتعامل معها من قبل البرهان سريعا بكلمات. اليونيتمس هذه التي جاء بها أو التي خطاب الحمدوك الأول كان ينص على قضية الوصاية الكاملة، ثم عدل بأن البعثة الأممية السياسية هذه يونيتمس هذه تكون وصية على ما الذي حدث الآن مما يدلك على في قوة بالتعاطي معها؟ إنه نائبة كروفر هذا قالت بالنص على أنه لن يتم التعامل مع الجيش السوداني حتى بعد تشكيل الحكومة الجديدة إلا أن تعود الحكومة السابقة، مما اضطر الحكومة القائمة في السودان يعني في المجلس العسكري إلى طرد المطالبة بطردها خلال 72 ساعة. كلام هذه النائبة يدلك تماما على ما كانوا يريدونه يعني من خلال وجود حمدوك. شكرا جزيلا لوجودكم معنا. الحديث تتم بالتأكيد، انتهى وقتنا للأسف. دكتور محمد عبد الكريم، رئيس تيار نصرة الشريعة ودولة القانون، شرفتنا كالعادة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.